خاطب صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية المؤتمر الدولي لنزع السلاح في جنيف، وأوضح سموه أن المملكة تنظر اليوم بمزيد من القلق إلى المخاطر التي أصبحت تهدد أمن الدول العربية في منطقة الخليج مع تصاعد الخطر القادم من الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران. إن المملكة العربية السعودية تنظر اليوم بمزيد من القلق إلى المخاطر التي أصبحت تهدد أمن الدول العربية في منطقة الخليج مع تصاعد الخطر القادم من الجماعات والميليشيات المسلحة الإرهابية المدعومة من إيران، حيث قام النظام في إيران بتزويد تلك الجماعات بالتقنيات العسكرية المتطورة وبتكنولوجيا الصواريخ الباليستية لاستهداف المنشآت المدنية والنفطية. قال سموه إن الهجوم الجبان الذي وقع على المنشآت النفطية في المملكة شكل تهديدا خطيرا لأسعار النفط العالمية، ولفت سموه إلى أن المملكة أنشأت الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وفقا للأعراف والمواثيق الدولية. المنشآت الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ما زالت حتى اللحظة تزاول أعمالها الإرهابية من خلال استهداف المناطق المدنية في المملكة، حيث نجحت قيادة قوات التحالف بالصد عدد من صواريخ الباليستية الأسبوع الماضي كانت موجهة ضد عدد من المواقع المدنية السعودية. يأتي ذلك في ظل الصمت الدولي تجاه ممارسة إيران العدائية والداعمة لمثل هذه العمليات. وأضاف سموه إن التحديات التي أوجدها السلو غير المزول للنظام الإيراني أدى إلى ظهور أنماط جديدة من التهديد للسلم والأمن الدوليين من خلال تزويد الميليشيات المسلحة بتقنيات طائرات الدرونز لمهاجمة الدول في المنطقة العربية. الحضور المتميز والمتفرد للمملكة العربية السعودية في أروقة الأمم المتحدة يؤكد على أهمية دور المملكة في المجتمع الدولي. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.